يعني تنظر إلى الطلب على النفط من هذه الزاوية، أن هنالك ارتفاع بالرغم من مقالق الركود الاقتصادي. أيضا هنا في مسألة مهمة يجب نأخذها بعين الاعتبار، أنه إحنا خرجنا من بانديميك في 2020، فلما نلاحظ أنه إلى الآن ما وصلنا مستويات الطلب اللي ما كانت عليها قبل الأزمة كوفيد 19، فهذا الصدد لو ننظرها على أساس سنوي فهذا يسجل ارتفاع في الطلب على النفط، فهذه العوامل بعين الاعتبار. طبعا لما ننظر لها من عام 21 اللي حدنا كان الطلب على النفط لا زال متوسط عند 97 مليون برميل، بينما في عام 2019 كان حقيقة حقق 100 مليون برميل، فتعتبر لما ننظر لها للعام 2023 يطلع معك اللي هو رقم حوالي زيادة بما يزيد عن مليونين برميل. لكن في مسألة هنا مهمة في الأوتلوك أو التقرير اللي شارته اليوم أوبك، اللي هو نظرة الطلب على النفط حتى العام 2045 اللي هو 2045 يا فيتوقعون في الحقيقة أنه يتحقق البيك أو ذروة الطلب على النفط في العام 2035، وهذه أعتقد أنها مسألة مهمة جدا، لأنه في التقارير السابقة كانت تتوقع أوبك أنه التحقيق اللي هو ذروة الطلب في العام 2040، فأعتقد إحنا هنا نزحنا حوالي 5 سنوات إلى يعني تقدمنا حوالي. لماذا برأيك؟ كمان ملفت يعني أنه البلاتو من بعد 2035 الطلب على النفط. هي تعتمد على السيناريوهات الافتراضات اللي تأخذها فيها المنظمة بعين الاعتبار، وأعتقد هنا قد يكون العامل الأول طبعا عدد السيارات الإيفيز، طبعا السيارات الكهربائية يتوقعون أنها يصل عند قريب من 500 مليون سيارة في حلول عام 2040، أيضا أهداف المناخ، وأيضا هي مسألة اللي هي الفيول افشنسي، هذه مسألة جدا مهمة اللي هو التحسن في أداء محركات السيارات، يتوقع أنه يقلل الطلب على النفط بحوالي 8 مليون برميل. في الحقيقة الانخفاض في الطلب على النفط نتيجة تحسن محركات السيارات أكثر في الحقيقة من اللي هو انخفاض الطلب بسبب اللي التحول نحو السيارات الكهربائية، فأعتقد هذا جد مؤشر جدا مهم بعين الاعتبار. أيضا نأخذ بعين الاعتبار أيضا السياسات المناخية والنت زيرو كاربون بوليسيز اللي تعهدت فيها العديد من الدول، طبعا هذه ما كنا شفناها مثلا في العام الماضي لما طلعت الأوتلوك السنة الماضية. لكن خلينا نكون يعني الارتفاع أعلى من الأوتلوك اللي أطلقته المنظمة قبل سنة اللي هو كان متوقع الطلب عند 108 مليون برميل، احنا السنة هذه نشوف قريب من 110 مليون برميل، فأعتقد أنه هنالك في اندال يدل أن هنالك في طلب أعلى على النفط مما كنا نتوقعه العام الماضي. عندما نتحدث عن حجم الاستثمارات المطلوبة، يعني هذه رسالة متكررة من دول أوبك أنه من وقت أزمة كوفيد الأندر انفستمنت بالقطاع الطاقة هو الذي أدى إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم. اليوم السؤال، الشركات النفطية تحقق عوائد قياسية، هل تعتقد أنه هذا يؤدي إلى رامبينج أب الانفستمنت؟ يعني اليوم هالإيرادات النفطية العالية، هل بتشوف أنه عم تترجم شوية زخم أعلى بحجم الاستثمار مقارنة مع المطلوب؟ هو يعتمد على الجوريستكشن في اي منطقه نادين، لانه مثلا لو في الولايات المتحده فعلا الشركات الامريكيه جالسه لها مدخلات جدا كبيره، لكن هنالك عزوف عن الاستثمار بسبب السياسات الاداره الامريكيه الحاليه، وسمعناها من العديد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الامريكيه. لكن في منطقتنا في منطقه الشرق الاوسط تحديدا في الخليج هنالك اعلى نسبه استثمارات حاليا جالسه نشوفها في منطقتنا اللي هي خصوصا المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، نشوف أيضا في استثمارات، لكن الخوف من حقيقة من الدول اللي هي في خارج منطقة خلينا نقول الأوبك. هنالك حاجة في الاستثمارات أيضا في بعض دول أوبك مثل أنغولا، نيجيريا، الجزائر، لا زال عندها نوع من الأندر انفستمنت، فالحقيقة أنه الرقم اللي تحتاجه الاستثمارات قريب من 12 تريليون دولار من الآن حتى العام 2045، بس صناعة المصب اللي هي بس الاستكشاف والإنتاج عند حوالي 9 تريليون دولار، فأعتقد أنه يعني مسألة جدا مهمة. فيها أيضا مسألة جدا ركز عليها التقرير، أنه هنالك في انخفاض في العديد لدى المنتجين، في لو نلاحظ في بريطانيا، في النرويج، في العديد من الدول، أيضا في الولايات المتحدة نفسها يتوقع أنه يوصل ذروة الإنتاج بحلول العام 2027 عند حوالي 12 مليون برميل، بعدها سيبدأ الإنتاج النفط الصخري بالتناقص العام تلو العام، فبينما إنتاج أوبك يتوقع أنه يستمر في الزيادة وصولا إلى 42 مليون برميل من حاليا عند حوالي 35
مليون بالميل. فأعتقد أنه مسألة